لكن مش لو خليش سمحت مدى لي غيره. سيد شريف، أنت خائف أو يعني مرعوب من شيء من هذا القبيل، لصاروخ كروز أو أشياء تضرب العاصمة السورية دمشق؟ ما سمعت، ممكن تعيد؟ هل أنت على الصعيد الشخصي خائف على دمشق، خائف على نفسك من يعني ضربات الغرب؟ أنا في العاصمة السورية دمشق لست خائفا ولست مرعوبا، وأعتقد أننا سوف نواجه همجية أمريكية واسعة، ولكننا نحن على يقين أننا ندافع عن وطن وأرض وشعب وتراب، ولسنا خائفين. لا يموت الإنسان وفي عمره يوم، وبالتالي نحن لسنا خائفين لا من أمريكا ولا غيرها. فلتضرب، ضربت طيب، في العراق وضربت هناك في تقارير، أفغانستان. هناك سؤال أخير لو سمحت لي أستاذ شريف، هناك تقارير تحدثت عن وجود عشرات آلاف المعتقلين سواء كان في مطار المنزل العسكري أو في إدارة المخابرات العامة أو في إدارة المخابرات العسكرية. هؤلاء المعتقلون هل سيتركهم النظام وهي مشاريع أهداف يعني ستضرب؟ والله لا علم لي في موضوع من يترك النظام ومن يلقي. أنا عضو مجلس الشعب، أعمل في المجال الإعلامي، هذا مجال أمني ليس من اختصاصي. صدقني لو كنت على علم لتحدثت لك بما تريد. شكرا لك شريف شحادة الكاتب والإعلامي، كنت معنا من دمشق.